اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منزل فتحي عبد الجليل من مدينة البيضاء من 300 خلف جامع خديجة. هناك من يقولون انها شرطينة انفجرت جنب الجامع، ولكن للأسف افتضحنا انها من منزل فتحي عبد الجليل. وهذا مكان الانفجار. حيث تضررت الزجاجات. هذه من امتى يا فتحي يا ضا؟ انفجر هذا من امتى؟ هذه الساعة 2 في الليل ميتة يا ادهم. لكن كان جرة جلاطين أنا في حكية. صورت موقع؟ ها؟ أنا صورت. قاعدين يكذبوا يقولوا منين الجامع. أو صورت أنا في الفيديو الصوت باش تأكدوا. بالتاريخ. وقف.